السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم قناه مع نغم احلى طبخه. ده اول فيديو ليا، ويا ريت تدعموني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت توصلوا الفيديو ل 10000 لايك. هنعمل النهارده حمام محشي برز بالكبد والقوانص مع رز بسمتي بالبسله، بالكركم والبسله وكده. هنعمل اول حاجه هنقطع بصلتين ونحمرهم. بعد ما يحمروا شويه هننزل بالقوانص الاول عشان بتحتاج شويه عن الكبده. انا هحاول اختصر في الفيديو برده على قد ما اقدر عشان اللي بيفتحوا على الباقه او كده برده ما يزهقوش، يعني الفيديو طويل وكده. يا رب اقدر افيدكم. انا عارفه ان في ناس اشطر مني، بس كلامي ده للناس المبتدئه لسه اول مره تدخل المطبخ. احنا كده كده كلنا بنتعلم من بعض. القناه بتاعتي دي هتبقى مطبخ ومنوعات حاجات تانية برضو، هوايات لاولادي. مش الطبخ بس يعني، ويا ريت تدعموني وتشجعوني. انا صراحة انا عملته بالفريك قبل كده، بس لا انا ولا ولادي ولا جوزي حبيناه. يعني احنا بنفضل اكل الحمام والمحشي بالرز ده عن الفريك. وادل بتاع البصل اللي انا محتاجاه عشان احب الرز غامق شوية، هو البصل هو اللي هيديله لونه الغامق ده. محبش الرز اللي بيبقى محشي جوه الحمام بيبقى لونه فاتح، بحب يبقى لونه غامق شوية زي الرز الصياديه كده. هنزل بالقوانص الاول عشان تحتاج سوا شويه. تقليبتين بس وهنحط الكبده على طول، يعني انا هقطع القوانص صغير شويه عشان تستوي شويه. هنزل بالكبده. وقت النار عليها وكرش الفلفل الأحمر. كرشة قرفة صغيرة، القرفة دي يعني اختياري، يعني مبحبهاش مش قرفة قرفة. نقلب بس القرفة بتدي طعم حلو اوي في الحشو. هزود شوية ماء صغيرين عشان ايه نحط الرز فيهم. نغسل الرز طبعا ونصفيه. الملح مش هيتحط دلوقتي، الملح هيتحط كمان شوية يعني بعد ما الرز ياخد غلوة كده او حاجة عشان القوانص تستوي كويس. بس هحط الرز بقى عشان عايزاه مستوى تلات ارباع سوا. هحط الرز وارجع لكم تاني. ده الرز بعد ما قرب يستوي، هو بيستوي تلات ارباع سوا، بيستوي حاجة بسيطة خالص واقفل عليه. انا هحاول اختصر في الفيديو على قد ما اقدر عشان ما تملوش مني.
ده الرز هنطف عليه طبعا، حطيناه الملح وظبطنا الفرق بتاعه، هنطف عليه كده يستوي تلات اربع سوا، هنسيبه يبرد براحته بقى لحد ما نعمل الرز البسمتي، ولما يبرد هنحشي الحمام مع بعض. نسيت اطفي النار. حط شوية زيت شو حلو خلاص، انا بحمرها عشان بدبلها بس. كده البصل دبل معايا، احط الفلفل، فلفل الوان عشان اصفر كمان ماشي، بس انا معنديش برضه، هخليه يبدا شويه مع البصل. لما اشم ريحه الفلفل كده احط الثوم، ده خمس فصوص ثوم متقطع شرايح، الاول حطينا زيت وحمرنا فيهم يعني دبلنا البصل كده، قطعت بصلتين او ثلاثه شرايح على حسب كميه الرز اللي هتعمليها، وقطعت قرنين ثلاثه فلفل احمر على اخضر، ولو فيها اصفر ماشي مش هيقول لا، شرايح برضو، ودبلت البصل الاول وبعدين حطيت الفلفل يدبل شويه، وبعدين جبت خمس فصوص ثوم قطعتهم شرايح برضو، ناخد التشويحه معاهم. كل الخضار اللي بنستعمله ده على حسب كميه الرز اللي انت عايزه تعمليه، يعني لو هتعملي اكتر انا هعمل النهارده كوبايه ونص رز، وعايزه تعملي اكتر من كده
هتزوده في الخضار. عايزه تعملي اقل من كده قللي في الخضار، يعني كل ده تتحكمي فيه بايدك. وفي نفس الوقت وانت بتجهزي الخضار كده بتشرحيها على النار، بيبقى فيها اما ميه مغليه اما لو عندك شوربه برده بتبقى مغليه، عشان تعايري بيها ايه الرز. لازم تكون مغليه، ما تحطوش ميه ساقعه ابدا او ولا شوربه ساقعه، لازم تكون مغليه نازله من على النار مغليه. نفضل نشوح لحد ما ريحه التوم تطلع. معايا طماطمايه مقطعه مكعبات، ننزل بيها على الخضار. تشويحه صغيره برضو، هننزل بالرز. ده كوباية ونص غسلاه ومسقطيه. انا بحب احط البسلة بعد الرز. اوقات برضو بحطها قبل الرز، بس انا بيجيلي ساعات بحطها بعد الرز على حسب، يعني بلاقي ايه قدامي الاول. نحط تشويحة كده، نحط البسلة. بسلة على جزر، المفروض الجزر يبقى مبشور، بس علشان انا ببقى مخزنة البسلة بالجزر مكعبات كده، فبستغنى عن البصل، عن الجزر المبشور. مفيش حاجة هتقلق في الوقت. الاكل ده ازواج. طبعا بنبقى مصرين ملح لما نشوح الكلام ده كله، تشويحه واحده بس كده ونضيف الشوربة. عايزين تحطوا مكعب ملعقة دجاج، حطوا، مش عايزين هي تسكر الشوربه. ماشي. هنحط بهارات ايه بقى؟ هنحط كركم وكاري وقرفه وفلفل اسمر وشويه ملح. طبعا هناخد بالنا ان الشوربه متملحه، يعني ما نزودش في الملح قوي. يعني الكميه بتاعت الرز اللي معايا دي اللي هي كوبايه ونص، هحط منها عليها نص معلقه صغيره من بتاعه الشاي، بس مليانه شويه، يعني نص كبير شويه من البهارات اللي قلت عليها دي، كركم وكاري وقرفه. الفلفل الأسمر هتبقى ربع معلقة صغيرة مش أكتر. نحط البهارات بقى. لو عندك بودرة الزعفران ممكن تحط، بس مش هستغنى عن الكركم برضه. اوكي، نص معلقة برضه صغيرة. لو عندك قرفة خشب عايزة تحط فيها ماشي برضه، مش هتقول لا. نقلب. الشوربة اللي انا هحطها دي اصلا شوربة الحمام، دي كانت باقية عندي شوربة كانت حمام عندي قبل كده، وحطها في الفريزر.
نقلب عشان الرز ما يلزقش. نعمل شوربة الحمام النهاردة بتكاية كده من يوم ما جربتها، وصراحة ما عرفش بعملها غير كده، لان كان الاول بنعمل شوربة الحمام دي اللي انا ولا جوزي ولا الاولاد كانوا بياكلوها خالص، ما كناش بنشربها خالص يعني. كنت بطلع منها الحمام بعد ما يسلوها وارميها، حتى ما كنتش بضيفها على الرز وما بطبخها ولا اي حاجة. بس من بعد ما عملتها كده احنا قعدنا بنطلبها اكتر من الحمام. التكاية دي هتشوفها في الفيديو، اخر الفيديو ان شاء الله نزود الشوربة ونبقى مسخنين ميه برده عشان لو الشوربه ما كفتش بنزود ميه، لو الشوربه كفت ماشي. الرز البسمتي بياخد ميه شويه اكتر من الرز العادي، بياخد ضعف الرز ميه، انما الرز العادي بيبقى زي الرز زي الميه. على فكره الوصفه دي انا بعملها في ساعات كتير بالرز اللي هو المصري العادي، وبتبقى تحفه برده مش شرط بسمتي يعني، بس انا لقيته عندي المره دي فقلت اطبخه. نظبط الحوض بتاعه، بس هفصل الفيديو بقى لحد ما الرز يستوي ونوريه لكم احنا بنطفي عليه واحنا بنحشي الحمام كمان. انا حشيت الحمام اهو وخلصته، وسبت واحده احشيها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ملعقه صغيره عشان فتحه صغيره. في ناس بيقفلوه بخله وفي ناس بيخيطوه، انا صراحه من الناس اللي بتخيطه، ما بحبش انا موضوع الخله ده. انا حشيت الباقي بقى على اساس ايه مطولش الفيديو عليكم، سبت لكم واحده وراها قدامكم. الرز ده مستوي 3 ارباع سوا، انا بخيطه كده بالابره غرزتين بس كده، ان الرز بس ما يطلعش وخلاص. دي ابره مخصصه للمطبخ، ببقى سايباها هنا للمطبخ يعني الحاجات دي، لان انا ما بحبش استعمل الخله في الاكل. لو الراس موجوده بتقفلي بها الرقبه، لو الراس مش موجوده زي كده انا ما بحبش الراس تبقى موجوده في الحمامه يعني، ما بحبش شكلها تبقى محطوطه في الحمامه كده قدامي ساعه الاكل. بقفلها برضو بغرز. هنحشي الحمامه من الرقبه، نحاول ما نكترش رز برضو عشان ما تلقعش. كده بقت كويسه، ادي لها برضو غرزه. الخيط ده ما يتفكش الا بعد التحمير. هنا انا حطيت الميه عشان تغلي عشان اعمل الحمام شوربه الحمام، حطيت فيها واحده قرفه، حطيت فيها ورق لورا، فستون مستكه وفستون حبهان، مرق الدجاج، وطماطم وبصل، ورشة قرفة صغيرة اختياري برضو، اللي عايز واللي مش عايز برضو ما بيحبهاش ما يحطش. التكاية بقى بتاعتي اللي انا عاملاها وبقول لكم لو جربتوها هتحبوها بجد بجد بجد. من اول ما عملتها واحنا قعدنا بنحب شوربة الحمام وبنشربها ما برميهاش، بجد بجد تحفة، لو جربتوها مش هسيبوها. انا مجربتهاش غير في شوربة الحمام. هي نص معلقة كركم
صغيره ونص معلقه كاري برضو صغيره. الشوربه بتبقى لونها مصفر يا جماعه. رشه فلفل اسمر. التكايه دي من عندنا، اللي عايز يعملها يعملها، مش عايز برضو براحتكم. شوربه بتبقى لونها مصفر زي ما انتم شايفينها كده، بس بتبقى عاطيه طعم تحفه بجد، بتبقى عاطيه طعم خطير. واللي ما بيحبش الكركم في الاكل، انا عن نفسي احنا بنحبه، لو ما بيحبش حد، لو حد ما بيحبش الكركم في الاكل صبوها بيضه زي ما بتعملوها عادي، اللي هي شوربه الفراخ كده عادي. بس احنا كده كده عامه ما بنحبش شوربه الفراخ ولا شوربه الحمام اللي هي البيضه دي. بس من يوم ما عملتها سفره كده بجد، والله 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 ما عدت بعملها غير بالطريقه دي. يعني جوزي اصلا ما كانش بيشرب الشوربه دي خالص، يعني حتى لو انا والولاد شربناها مره اللي هي الشوربه البيضه دي، هو ما كانش بيدوقها خالص خالص. من يوم ما عملتها بالكركم ده هو عاد هو اللي بيطلبها. الملح ما بتحطش غير في الاخر، هنسيبها تغلي غلوه بقى على نار عاليه كده، وبعدين نحط الحمام لما تغلي. محدش يقول ده شوربه صفرا، ده ما اعرفش ايه، هي بتبقى كده والله 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 ما هتنسوا طعمها لو عملتوها بالطريقه دي. هي تبان قدامكم انها حمراء يا جماعه، بس هي لونها اصفر، وعلشان انا مشغله الفلاش بتاع القمر. هنحط الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبقى مغزغزينه شويه بجوز السكين. والله 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 الطريقه بتاعت الشوربه دي ما هتنسوا طعم الشوربه دي. هي لونها اصفر يا جماعه، برتقاني كده، مش حمراء. هي باينه في الفلاش بتاع الكاميرا بس انها محمرية. بيبقى على نار عاليه اول ما بتحط، وما تغلي غلوه بنوطي بقى يستوي براحته. ما نحطش الملح دلوقتي خالص لحد ما يقرب يستوي. هو غلي اهو، هنوطي عليه خالص ونسيبه يغلي براحته بقى لحد ما يستوي. بعدين نظبط الحوض بتاعه قبل ما نطفي بشويه، على ما يستوي يعني شويه ما نخش في السوق. شايفين يا جماعه الشوربه لونها فتح تاني ازاي؟ بقى لونها اصفر طبيعي زي الكركم، مش حمرا زي الاول. نحطها لحد ما تستوي بقى. وبكده شكل الحمام بعد ما طلع واخد لون اصفر من الشوربه، اهو من الكركم للشوربه. هنحمره بقى ونجهز الاطباق ونرجع لكم. وبكده نكون خلصنا الفيديو، وبقى الف هنا. وياريت تشجعوني وتدعموني وتعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وتوصلوا الفيديو ده لعشر تلاف لايك.